لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. لوكاس باكيتا عند الموهبة الكبيرة، واللي ربما مع الضغوط لم تنجح واحتاج إلى أن يأخذ خطوة إلى الخلف حتى يعيد حساباته من جديد. ربما الفترة الصعبة في إيطاليا كانت مهمة في تكوين شخصيته الآن، واللي من بعدها أعاد اكتشاف نفسه في مركز جديد في الملعب. وربما باكيتا تصدي رائع جدا من الحارس، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. جرافنبرش حتى الآن بدون أهداف. سوتشيك، تغيير الملعب ناحية اليمين. دياز، نشوف الآن تحول هجومي سريع. جرافنبرغ، مرت الكرة. كودوس، لوكاس باكيتا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تمريرة جميلة. سوتشيك يستلم الكرة على طرف الملعب، يا لها من موهبة، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل. الله على قفزة، لن تسبب أي إزعاج الحارس. أليكسيس ماكاليستر، سوبوسلاي، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. سوتشيك، محمد قدوس، إمكانية تسديد الآن، يحاول أن يلعب كرة بينية صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. فان دايك، مباراة يخيم عليها التعادل بدون أهداف، بالتأكيد مباراة 0-0 غير محبب مشاهدتها. قراءة ممتازة للكرة، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. مافروبانوس، مغامرة من أجل استعادة الكرة، الآن ممكن يسجل، يفعلونها يسجلون في المرمى الآن هدف. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة، هذه هي قيمة النجوم الكبار في الفريق، يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول في توقيت ولا أفضل من عمر المباراة. ربما المدرب لو اختار سيناريو للمباراة أكيد راح يختار هذا السيناريو اللي يمنح التفوق وثقة كبيرة. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط، ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0 صافرة نهاية الشوط الأول. كل فريق عنده نظرة مختلفة الآن في استراحة ما بين شوطين هذه المباراة، ما بين فريق متقدم يبحث عن التعزيز وفريق آخر يحاول العودة. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. يا له من شوط أول استثنائي هنا، تقدم بفارق هدف، يعني راح نشوف دييغو جوتا. يا إلهي، رائع.
رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. هدفين مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة. تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. قدوس، يا لها من مراوغة، يلعب الكرة العرضية، تدخل ممتاز لاعتراض هذه الكرة. ديوغو جوتا، تمركز أهم صفة للمدافع، توقع ممتاز هنا. ديوغو جوتا لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. يتواصل اللاعب برمية التماس. Substitutions taking place. هنا يمر رودريغيز، تدخل حاسم لقطع الكرة. البينية لم تمر، محاولة قتلت مبكرا في مهدها قبل أن تشكل أي خطر. جرافنبرش، الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. مرور جميل هنا، كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. إيمرسون، الآن هجمة مرتدة، ممتاز في التمرير، وجد طريقة للمرور. يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. يلعبها على اليمين، بينية رائعة، يستقبل كرة في وضعية ممتازة، الرأس الآن. لم يكن منتظر بالمرة. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. يا له من خطأ مؤسف جدا. إيمرسون يبعد الكرة، يستعيد الكرة سريعا. دياز، إليوت أكيد يحاولون قتل المباراة والخصم بتعزيز التقدم، لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن أيضا يهاجمون. رودريغيز، تاكلينج رائع، لوكاس باكيتا، الآن فرصة للهجوم المرتد. قدوس، يجب استغلال فرصة ومحاولة إدراك التعادل لأن الدقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. يلعب كرة بينية، انتهت المباراة. الأمر كبير جدا، عميق في نفسية اللاعبين، تجاوزوا مباراة معقدة وصعبة في هذه الليلة والفوز فيها أمر رائع بصراحة.
دييغو جوتا يحصل على جائزة رجل مباراة ولا خلاف على أحقيته في هذه الجائزة بعد أن قدم أداء عظيما اليوم. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي. Thank you.